أهلا وسهلا مشاهدي الفضائية الآرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق وحلقة جديدة هذا اليوم. أرحب بجميع الأخوات والأخوة الذين انضموا لمشاهدة هذا البرنامج إن كان عبر الأقمار الصناعية أو عبر الإنترنت أو عبر الفيسبوك. حلقتنا لهذا اليوم كالمعتاد ستكون غنية بالمواد وبضيوفها الكرام. بعد النصف ساعة الأولى سأتشرف باستضافة الأستاذ عبد الأحد أغسطين في الاستوديو، بعدها ننتقل إلى مدينة تورنتو الكندية وضيفي الفنان التشكيلي وائل المرعب، ثم تنتهي بنا الكاميرا في مدينة ميونخ الألمانية واللقاء مع الإعلامي والصحفي الأستاذ نوري علي. مشاهدينا الكرام، الصيف دخل على العراق ودخل بعنف، ومرة أخرى يتعرض العراقيين إلى مأساة الحرارة والتقلب اللي موجود بالجو، مع ضعف الخدمات، مع انعدام الكهرباء في بعض الأيام، هذا إضافة إلى مشكلة المياه ومشاكل عامة يعيشها الشعب العراقي التي أصبحت مشاكل مزمنة. في كل صيف ينتفض العراقيين ويخرجوا إلى الشوارع معبرين عن استيائهم من الأداء المعيب للمؤسسات الحكومية والوزارات في توفير الخدمات والكهرباء، وهذه السنة ليست استثناء. لا بل بالحقيقة في هذه السنة تصادف الذكرى الثالثة لانطلاقة مظاهرات البصرة في تموز عام 2015، عندما خرجت البصرة معبرة عن استنكارها من مشاريع الدولة بعدم توفير الكهرباء مع الحر اللاهب. في حينها مشاهدينا الكرام قدمت البصرة شهيد، كان شاب بعمر الورود، استشهد برصاص القوات الحكومية. وقبل أيام أيضا قدمت البصرة شهيدا آخرا، المرحوم المنصوري اللي صورته أمامكم مشاهدينا الكرام. هذا الشهيد أيضا سقط برصاص القوات الحكومية، ومعه أيضا كان أكو 6 جرحى عندما خرجوا بمظاهرة يطالبون بالكهرباء ويطالبون بالخدمات. الصورة الأخرى اللي هي صورة الشهداء اللي قدمتهم البصرة في سبيل توفير الخدمات، يعني هذول الناس ما طلعوا متظاهرين يريدون إسقاط النظام، هذول الناس طلعوا يطالبون بحق كأي بشر موجود على سطح الكرة الأرضية، اللي هو حق توفير الخدمات وتوفير الكهرباء. لكن ردة فعل القوات الحكومية المخجل والمعيب عندما يخرج أحدهم ويقول بأن هؤلاء الذين تم اعتقالهم أو الشهيد المنصوري الذي سقط قال كانوا مسلحين. لو كانوا مسلحين، يعني أنا ما أدري اللي يطلع حتى يطالب بتوفير الكهرباء ليش يشيل سلاح؟ السلاح موجود، السلاح موجود أيتها القوات الأمنية، موجود عند العصابات وموجود عند الميليشيات وموجود عند الخارجين عن القانون. السلاح غير موجود عند هؤلاء الناس اللي يطالبون بتوفير الكهرباء. وامتدادا أيضا لمظاهرات البصرة، خرجت معظم المحافظات الجنوبية العراقية بمظاهرات أيضا،
ومعها بغداد يوم الثلاثاء كان عندهم مظاهرة، وهناك نداء للخروج مرة أخرى يوم الجمعة، وكان أكو هناك تضامن كبير من بغداد مع المحافظات التي خرجت مطالبة بتوفير الخدمات. لكن رئاسة الوزراء والأحزاب التي فازت بالانتخابات مشغولة كثيرة هذا اليوم بالاجتماعات وكيف يقسمون الكعكة وكيف يشكلون الكتلة الأكبر. أما قضية الخدمات وغيرها، لو أكو بيهم إنسان حر وشريف من هؤلاء لكان نزل للمظاهرات مع هؤلاء الناس حتى يتضامن معاهم، لكن للأسف مع هذه الأيام تصادف أيضا الذكرى السنوية الأولى لتحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. وعندما نتوقف قليلا لنرى ما بين وعود السلطة الحاكمة وما بين ما يجري على الأرض حقيقة، هناك سكيل هو من الصفر للمية. ما الذي قدمته الحكومة العراقية؟ هذه الصورة بالمناسبة هي للعوائل التي تطالب بمعرفة مصير أبنائها، إما من الذين خطفوا أو من الذين قتلوا أو من الذين ما زالت جثامينهم تحت الأنقاض. أما الصورة الثانية مشاهدينا الكرام فهي لما تبقى من مدينة الموصل، ثاني أكبر محافظة بالعراق، هذا ما تبقى منها. ويا ريت لو أي واحد منكم يسأل المسؤولين العراقيين ويقول لهم ما الذي قمتم به تجاه الموصل وأهل الموصل. لا أستطيع أن أقول أكثر من أن هناك إذن صماء، هناك استمرار للحقد اللي موجود لدى بعض الساسة العراقيين، وهناك تأكيد على مشروعهم بتدمير العراق وتدمير مكوناته والإبقاء على حالة التشرذم والروح الطائفية العفنة التي أتى بها هؤلاء السياسيين من سنتهم ومن شيعتهم ومن أكرادهم. وعندما أقول هذا الكلام أكرر، هذا لا ينطبق على عموم أبناء الشعب، فهم براء من هؤلاء الساسة الأوغاد الذين يعيشون ويعتاشون على مشاكل الناس وعلى دماء الأبرياء. وإلا ما الذي فعله القادة السنة تجاه أبناء الموصل والمحافظات الأخرى؟ صفقات ومؤتمر في إسطنبول وزيارات إلى قطر وزيارات إلى السعودية وزيارات إلى، ما الذي قدموه؟ وكم منهم نزل إلى الشارع ليرى ما الذي حدث في الموصل وفي بلدات سهل نينوى أيضا؟ الصورة الأخرى مشاهدين الكرام هي للباتريارك مارساكو ومع المطران باسيليوس يلدو. هذه الصورة التقطت في حفرة الفاتيكان قبل أيام، حيث قام البابا فرانسيس بترقية الباتريارك ساكو إلى درجة الكاردينالية، وهي درجة تشريفية ومحاولة إعطاء زخم
إلى مسيحيي العراق وإلى الكنيسة الكلدانية في العراق. كان أكو هناك فرحة كبيرة لدى كل الطوائف المسيحية بالعراق بهذا التكريم، لأن هذا يطرح موضوعة المسيحيين بالواجهة. الشيء الملفت للنظر مشاهدين الكرام هو موقف السلطات العراقية من هذا التكريم. هل خرج رئيس الجمهورية المؤقر، رئيس الوزراء المؤقر، رئيس البرلمان المؤقر وتحدثوا بهذا الأمر إلى أبناء الشعب العراقي؟ نقول جيداً فعلوا، لأن هذا الأمر ليس بمستواهم، فهم أدنى من هذا بكثير بكثير. تبقى هاي القضية هي ملك للشعب العراقي وتكريم لأبناء العراق الغيارة. الموضوع الأخرى مشاهدينا الكرام موضوعة الإعلامي الأستاذ هاشم العقابي الذي ينفرد ببرنامج يقدمه عبر شبكة الفيسبوك. والأستاذ هاشم يعيش خارج العراق، مواطن عراقي وطني حد النخاع، وهو لم يكن موجودا في منفاه للسياحة والاصطياف. هو دفع ثمن موقف الوطني من الأنظمة الاستبدادية العراقية. الملفت للنظر أن القضاء العراقي المؤقر والشريف جدا يصدر أمر بملاحقة الإعلامي هاشم العقابي، لأنه لو المخرج يطلع لنا الأمر القضائي، لأنه تجاوز على القضاء العراقي. تجاوز بماذا أيها القضاء؟ تجاوز بالكلام، هذا حق، حق يكف له الدستور العراقي والدستور الكوني. المواطن له الحق أن ينتقد أي مسؤول في الدولة، هذا المسؤول طالما يتقاضى أموال من الخزينة العامة ووجوده في هذا المركز هو لخدمة المواطن. وإلا مو للضحك مشاهدينا الكرام، للي عايشين في أمريكا واللي عايشين في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، لما واحد يطلع ينتقد رئيس الجمهورية الأمريكية، هاي لو عدنا بالعراق المفروض كان نص الشعب الأمريكي هسه بالسجون، نص الشعب الأوروبي بالسجون، اللي بأستراليا نصهم بالسجون. أما مهزلة العراق ومهزلة القضاء العراقي بالذات، القضاء المتستر على السراق، على القتلة وعلى المجرمين، يلاحق إنساناً سلمياً، يفضح المتنفذين ويفضح الفاسدين، ويطالب بملء الفم، حالة مثل حال أي مواطن عراقي شريف وغيور على العراق، يطالب القضاء بأن يرتفع بمسؤوليته ويقدم هؤلاء الأوغاد إلى المحاكم. أما هو يطالبون الانتربول بأن يلقون القبض على هاشم العقابي ويجيبوه للعراق. يا ريت لو عندكم ذرة من الحياء وتطالبون بمن سرق مليارات العراق، روحوا طالبوا الانتربول خلي يجيبوهم للعراق. روحوا طالبوا الميليشيات الوقحة والمجرمة
التي تعبث بأمن المواطن العراقي، روح طالب ذولاك واثبتوا وطنيتكم. أما قاعدين وهاشم العقابي سلاية بعيونكم، مو بس هاشم العقابي إنما كل الأصوات الشريفة اللي موجودة داخل العراق وخارج العراق. واعلموا جيدا كما تقول اللغة العربية، لا تساعة من دمي، يوما سيأتي ويحاسبكم الشعب على خذلانكم وعلى نكوصكم العهد الذي قطعتموه. أما إذا أنتم خايفين وغير جديرين بهذا المنصب، احترم نفسك واقعد بيتك، وهذا الحلق سدة. أما أن تدافع عن المجرمين اللي موجودين بالعراق، وتدافع عن السراق، وتدافع عن من حطم الشعب العراقي ودمره طوال 15 سنة، أنت لا تستحق أن تكون بالقضاء، أنت تستحق أن تكون خلف القضبان. يوما سيأتي الأكبر منكم، بالتالي قعدوا وراء القضبان، تذكرون؟ يجي يوم. الموضوع الأخرى مشاهدينا الكرام، النائب عن حركة زوعة الأستاذ عماد يخنة أصدر بيان قبل أيام، وهو محق جدا بهذا البيان. يا ريت لو المخرج خليني على الشاشة. البيان يتعرض إلى أسئلة مادة اللغة العربية التي أعدتها وزارة التربية للامتحانات النهائية لهذا العام، عندما اختارت لمادة اللغة العربية آيات قرآنية لغرض الإعراب. السؤال: هناك مادة تدرس بالمنهج العراقي اللي هي مادة الدين، وبالذات مادة الدين الإسلامي، لأنه الآخرين موجودين بالأسماء بس ما حد ما يدرس ديانتهم. مادة اللغة العربية هي مادة كبيرة جدا، وللإعراب بإمكانك أن تحط من الشعر الجاهلي، من الشعر الغيرة، من مليون شغلة وشغلة. أما تعمد وزارة التربية بأن تضع آيات قرآنية بالامتحانات مال اللغة العربية، فهو استهانة بالآخر. يعني بكل بساطة، الإنجيل مكتوب باللغة العربية، الكنز ربا موجود باللغة العربية، وربما حتى الأخوة اليزيديين وغير الديانات أيضا عندهم نصوص باللغة العربية. ليش ما تختارون فد نص وتخلوه إعراب للطلبة، وهم يكون فرصة أن يتعلمون أمور معينة؟ ليش القرآن بس؟ أنتوا لما مسوين امتحان لكل الطلبة العراقيين، حتى لو كان المسلمين 99.9%، أكو 10% من الشعب العراقي مو مسلم، ليش تجبره؟ هذا الأمر مشاهدينا الكرام أنا لا أطرحه على المسؤولين، لأن هؤلاء المسؤولين من أنفهم ومن عيونهم ومن آذانهم يخر الحقد والكراهية والطائفية. أنا أطرحه على المواطن العراقي ابن العراق الذي عاش مع أبناء العراق الآخرين ولم يجمعه معهم دين، بل جمعه معهم وطن. ليش يجبر الطالب على هذا الأمر؟ أليس هذا استهانة بالآخر مشاهدين الكرام؟
تتخيلون انتو في اسرائيل اكو 1.5 مليون عربي مسلم يعيش هناك، تخيلوا، وهم أقلية قياسا بالأغلبية اللي هم الشعب اليهودي. وتجي الامتحانات الوزارية ويحطوا لهم آيات من العهد القديم، أو يحطوا لهم آيات من الكتب الدينية، ايش راح يقولون المسلمين ذاك الوقت؟ شفتوا شلون يستهينون بينا مشاهدينا؟ حتى تكون منصف الله نطاك عينين، ما نطاك عين واحدة، حتى تشوف الحقيقة كاملة، وأن تقبل لنفسك ما تقبل لغيرك. إذا تذكرون من حكاها لهذه الحكاية، حتى الآخر أيضا ينظر إليك بإنصاف وباحترام وبتقدير. يجب أن تحترم الآخر. الصورة الأخرى مشاهدين الكرام، ربما بعض الأخوة يتذكر، تمر هذه الأيام الذكرى الثانية للتفجير الإجرامي الذي استهدف الكرادة، تانكر محمل بمادة لحد الآن لا أحد يعرف شيء عنها، لا أحد يعرف الجهة التي قامت بها، التي خططت لها، من أين دخل هذا التانكر، كيف وضعت هذه المتفجرات، ولماذا في هذه المنطقة، وماذا عن ضحايا الكرادة، ماذا عن الخراب اللي حدث بالكرادة، الجرحى، الضحايا، العوائل، الأطفال. شفتوا كم ملف؟ هسا احنا بهالأيام، الذكرى الأولى لتحرير الموصل ومتروكة، الذكرى الثانية للكرادة ومتروكة، الذكرى الثالثة لشهداء الكهرباء بالبصرة وغير البصرة ومتروكة. كم ملف على حكومة الفساد وحكومة العملاء والحكومة الطائفية بالعراق، كم ملف بملف، وياهم انها قدروا يحلوها، وياهم انهم قدروا يداوون جروح هذا المواطن وهذا الوطن. الصورة الأخيرة مشاهدينا الكرام هي صورة تكريم الشيخوخة بالعراق. كم واحد مثل هذا عندنا بالعراق؟ وش وقت ضمائرنا تصحى لكي نتوقف مليا أمام كبار السن في العراق رجالا ونساء، لنطالب حكومة الأشراف، حكومة أحزاب الإسلام السياسي، ونقول: ألم يحن الوقت لهذا الإنسان أن يرتاح وأن يقضي آخر أيامه بعز وبفرح وبصحة؟ لكن صدقوني مشاهدينا، هذا الإنسان هو وسام الشرف أمام شلة الأوغاد والسراق والعملاء الذين يحكمون بالعراق. هذا بلكي حتى يطلع فلوسه يعرق بيها، لكن اعطوني واحد من ذول المسؤولين يعرق بفلوسه، شقد اكو فرق؟ هذا الفرق احنا نقدر نسويه مشاهدينا لما يكون لنا موقف واضح وصريح
من الذين يحكمون العراق ومن سفاراتهم ومن وفودهم التي تذهب للخارج بأموال العراقيين وبدموع العراقيين وبدماء العراقيين. مشاهدينا الكرام، أنا ألقاكم بعد الإعلان مشاهدينا الكرام وضيفي القادم الأستاذ عبد الأحد أغسطين، أرجو أن تبقوا معي رجاء. أهلا وسهلا مشاهدي الفضائية الأرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق، ورحب بجميع الأخوات والأخوة الذين انضموا لمتابعة برنامجنا. مشاهدينا الكرام، تطل هذه الأيام علينا الذكرى 60 لثورة 14 تموز المجيدة، هذه الثورة التي بقت وستبقى علما وطنيا عراقيا كبيرا، يحكي للأجيال ما الذي يمكن لشعب بوجود قيادة وطنية أن يفعل ويعمل. يسعدني في هذا الجزء من البرنامج أن أستضيف الأستاذ عبد الأحد أغسطين، المستشار والمدير العام للشؤون المالية الإدارية لديوان الوقف المسيحي في العراق منذ تأسيسه ولغاية نهاية عام 2005، ليتحدث عن بعض جوانب ثورة 14 تموز المجيدة كما عاشها وكما يتذكرها بعد كل هذه السنين. أهلا وسهلا ومرحبا عليك أستاذ عبد الأحد. شكرا، مساء الخير. شكرا أستاذ كمال على هذه الاستضافة، ومساء الخير للإخوة والأحبة مشاهدي الأرامية. أستاذ عبد الأحد، بعد 60 عاما، ما الذي تبقى من إرث ثورة 14 تموز؟ نعم. وهل حقا كانت ثورة عراقية أم كما سمعنا بمن قبلها أو من بعدها كان أكو هناك أيادي لعبت أو أيادي أجنبية وغيرها؟ تفضل. بعد 60 عام، ما الذي تبقى من أرث الثورة؟ في الواقع حسب ما يقال شعبياً، عندما يغادر أي إنسان الحياة يقال لم يتبقى منه إلا الذكر الحسن والذكر الطيب. بعد ثورة 14 تموز تبقى منها الإرث الطيب والحسن لإنجازاتها الكبيرة والعظيمة والتي يذكرها باستمرار كل وسائل التواصل الاجتماعي، إنجازات الثورة الكبيرة وربما قد تفوق بحجمها وإمكانياتها ما أنجزته الحكومات السابقة والحكومات اللاحقة من إنجازات كبيرة ولا مجال لسردها في الوقت الحاضر لأنه تحتاج إلى وقت طويل جدا. أما الشخصية التي حكمت العراق طيلة فترة 14 تموز، ف كما هو معلوم أن الذين حكموا العراق سابقا جميعهم كانوا من أصول غير عراقية إلى حد ما، الشخصية وبما فيهم العائلة المالكة العراقية اللي كانت من الحجاز. الشخصية الأولى التي حكمت العراق من أصول عراقية ألا وهو الزعيم عبد الكريم قاسم، من أب وأم عراقية، وشكل للشخصية العراقية شكل جديد جدا. الجميع ما سبقوه انحازوا إلى قومية معينة أو دين معين أو طائفة معين أو معسكر معين، أما زعيم عبد الكريم قاسم فكان بعيد عن الانتماء أو الانحياز لأي طائفة أو أي دين أو أي قومية أو أي معسكر، وقوله المعروف والمشهور أنا فوق الميول والاتجاهات، ولم ينتمي إلى أي حزب سياسي على الإطلاق
إنما كان حزبه الأساسي وتفكيره الأساسي هو العراق والوطن. الوطن هو كان في روحه وقلبه ووجدانه وتصرفاته التي دامت لفترة قصيرة لا تتجاوز 4 سنوات و6 أشهر و25 يوم، قام بإنجازات عظيمة ووطنية. ولهذا يقال أن الحكم أو ثورة 14 تموز أوجدت شخصية جديدة مستقلة عن ما يسمى الطائفة أو القومية أو الانضمام أو الميول لمعسكر من المعسكرات. طيب أستاذ عبد الأحد، هناك كثير من الأمور لعلي أمر عليها باختصار سريع. جرى بناء وتوسيع 22 مستشفى، جرى بناء 22 جسر ومعبر، جرى بناء 10 مدن سكنية في بغداد وفي العراق، جرى تأسيس أو بناء 2334 مدرسة و776 مدرسة لمحو الأمية، جرى بناء 5 سدود، 37 معمل، 7 معامل طابوق، 25 معمل طحين، و14 معمل لكبس التمور. هاي الأمور كبيرة لما أنت تتحدث عن 4 سنوات ونصف قياساً بما قام به النظام الملكي خلال 37 سنة أو ما قامت به الأنظمة بعد 8 شباط الدموي ولحد يوم 2003، وحتى في ظل هذولة اللي إلهم دي حكمون 15 سنة. كيف أنت تنظر يعني إلى فكرة التعليم ومحو الأمية، المدارس والجامعات، بناء المعاهد، كيف كان لها تأثيرها في، لأنه معلوم يعني أكو قضية لأي بناء لأي عمل، عندك شعب أمي عندك شعب ميت. لما يتعلم الإنسان القراءة والكتابة وينتظم بالمدارس وبالمعاهد وبالجامعات أكو هناك فرصة للتقدم. كيف تنظر إليها أنت وأنت لست بعيدا عن سلك التعليم أستاذ؟ في الواقع أيام الحكم الملكي المدارس في العراق لا شائبة عليها، كان التعليم في العراق بالأخص المدارس الإعدادية راقي جدا ومقبول من كل دول العالم. الطالب اللي كان يخلص الإعدادية 5 إعدادي مجرد يحصل على معدل يزيد على 70% يرسل بعثة إلى بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا، وجميع الجامعات العربية والأوروبية كانت تقبل الطالب العراقي لمعلوماته العلمية القيمة. أما التقصير اللي كان في ذيك الحقبة من زمن، التركيز كان على المدن، بغداد بالأساس وبعض المدن الرئيسية، موصل، بصرة، كركوك وإلى آخره. أما الريف والقرى البعيدة في الشمال وبالجنوب بعيدة عنها المدارس وبعيدة عن التعليم على الإطلاق، وهذا اللي كان يحسب نقطة سلبية على أيام الحكم الملكي. عندما جاء الحكم الجمهوري، حكم ثورة 14 تموز مثل ما ذكرت حضرتك، تم بناء ما يزيد على 2300 مدرسة، مدارس ومراكز محل أمية انتشرت في جميع القرى والأرياف اللي كانت محرومة من الدراسة. الفلاح في العهد الملكي كان متعود يجي أولاد إذا كان فلاح أولاد يشتغلون فلاحين معه، والنساء شغلهم البيت وتربية الأطفال فقط، ولا ليس لديهم أي علاقة بالدراسة والعلم. وبعد ثورة 14 تموز عندما أسست مراكز محل أمية انضمت حتى النساء إلى هذه المراكز وأرادت أن تتعلم وتترقى في المراكز التربوية أو الدراسية، خلينا نقول بدأت تقرأ الصحف وتقرأ الكتب وإلى آخره. أما بعد هذه المرحلة الحقيقة، الشيء والنقطة السلبية الحقيقة المأخوذ تؤخذ على ثورة 14 تموز في السنة الأولى
عملية الزحف اللي قررت الحكومة العراقية بذاك الوقت، والراسبين في سنة 58 جميع الراسبين زحفوا إلى الصفوف اللاحقة، وهذه الحقيقة خفضت من مستوى التعليم في العراق إلى حد ما، وهذه نقطة سلبية الحقيقة. ربما بعد فترة من الزمن أزيلت هذه الفكرة بفتح عشرات المدارس، آلاف المدارس ومدارس محل أمية، وكذلك في هذا العهد فتحت جامعة بغداد واختير لرئاستها العالم الكبير البروفيسور عبد الجبار عبد الله اللي هو صابئي وكان رئيس جامعة ناجح جدا، وبعده طبعا ابتدأوا بافتتاح أو تشكيل جامعة المستنصرية في بغداد وجامعة في الموصل وجامعة في البصرة، وانتشر التعليم في جميع ربوع العراق وأصبحت الدراسة من هذا المستوى الراقي والتعليم الراقي في أكثر مناسك العراق. أستاذ عبد الأحد، أكو موضوعة يعني كانت أيضا متعلقة بنوعية إدارة المرحوم الدكتور عبد الجبار عبد الله ووجوده في واحد من أعلى المراكز بالضبط، اللي هي قضية تشجيع لبناء المعاهد. نعم. والمعاهد الفنية. نعم. التي لم تكن معروفة كثيرا بالعراق، لأن لما نظر إلى الخارطة التعليمية اللي موجودة بالعراق، أكو عندنا مثلا الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بعدين عندك الدراسة الجامعية. الشيء الناجح اللي كان موجود في العالم كان أكو هناك مرحلة ما بين الإعدادية وما بين الجامعة اللي هي المعاهد المهنية، الفنية، الكهرباء، الميكانيك، النجارة، الأشكال هاي، وهو كان من أدخل هذا النظام. ولك أن تتخيل يعني في خلال هالسنين مئات الآلاف من العراقيين الذين دخلوا إلى هذه المعاهد وتخرجوا ليشكلوا الكادر الوسطي الذي نتحدث عنه دائما في أي مرحلة تنمية. أنت بحاجة إلى الكادر الوسطي، لأنه الخريج الجامعي عنده مهمة، خريج الثانوية عنده مهمة، لكن أنت تريد السد هذا الفراغ. نعم. اللي موجود. نعم. خليني أسألك أستاذ عبد الأحد عن موضوع أخرى اللي هي الأجواء الثقافية التي سادت العراق بعد ثورة 14 تموز، خاصة مع وجود النقابات، وجود الأحزاب، الاتحادات، الجمعيات، افتتاح الكثير من النوادي الاجتماعية. كيف تتذكر من قضية الحركة الثقافية، المسرح، التشكيل، الغناء، الموسيقى، شقد توفرت؟ لأن معروف لما تكون أكو عندك نوع من الحريات اللي موجودة بالبلد، دائما يقولون الشعب ينطلق، الإنسان ينطلق، الإبداع ينطلق. تفضل. الحقيقة الحركة الثقافية عموما في العراق بعد ثورة 14 تموز انتشرت بشكل نهائي. حرية الصحافة والكتابة والشعر، كثير من الأدباء والشعراء اللي غادروا العراق أو طردوا من العراق وبان الحكم الملكي عادوا مرة ثانية للعراق. مثال ذلك الشاعر الكبير والعظيم الجواهري. نعم. عاد في ثورة 14 تموز وغيره من الكتاب والشعراء، وكانت هناك حرية الصحافة، حرية النشر، حرية الكتابة، هذه كلها شجعت المثقفين العراقيين للعمل بشكل جدي. أما بما يتعلق بالمسرح، الحقيقة أقيمت عدة مسارح في بغداد وبقية المحافظات، وأقيمت مسرحيات كبيرة لفنانين كبار، وظهر فنانين جدد أبان مرحلة حكم ثورة 14 تموز، وقدمت مسرحيات كبيرة وعريقة. أما من ناحية الفنون، الفنون التشكيلية والفنون الأخرى، فكما هو معروف أقيمت نصب عديدة في مدينة بغداد، وطبعا أشهرها نصب الحرية في ساحة تحرير، اللي طبعا من شغل
جواد الفنان جواد سليم ونصب الجندي المجهول اللي أقيم أيضا في عهد الثورة واللي للأسف أزيح من قبل صدام حسين. أما كان أكو أيضا نصب الأمة نصب اللي كان الأمة موجود وكان أكو الجدارية اللي موجودة مع الفائق العديد العديد من النصب والمشاريع. بينما اللي يتذكر آنذاك يعني مع الاحترام لتلك المرحلة كان أكو ثلاث أربع تماثيل في بغداد، واحد اللي هو للمرحوم أول رئيس وزراء عراقي عبد العزيز السعدون بالضبط لا زال موجود، وكان أكو لمود بالضبط والملك فيصل الأول بس. أما ما جرى بعدها اللي هي تنشيط الحركة الثقافية، تنشيط الحركة التشكيلية، كل هاي تعطي مدى للعقل العراقي لأن يبدع في عطائه وفي فنونه. اللي كانت الحقيقة كانت رموز شخصية، أما اللي حصل بعدين رموز فكرية ورموز الحرية ورموز العمل ورموز الكذا. وبعدين طبعا من ناحية الموسيقى مثلا انتشر الفرق الموسيقية الغربية في بغداد اللي تحيي حفلات الزواج والحفلات الخاصة والحفلات العامة، كانت يعني تقدم أشهر الأغاني الغربية. وأذكر بعض منها على سبيل التمثيل فرقة أراكس، فرقة بينكو، فرقة إيغلز 99 العامل المدفعي وغيرهم من الفرق الموسيقية العظيمة اللي كانت تغني أشهر وأحدث الأغاني الغربية، هذه مو موجودة في الحاضر نهائيا. وعندنا مثلا الفرق الغنائية الشعبية. العراق كان يعني مجالات الفرح به في فترة ثورة 14 تموز كبيرة جدا، يومية حفلة، يومية مناسبة، عيد العمال 14 تموز، عيد الجيش وإلى آخره، وحفلات الغنائية كثيرة وعديدة، وحتى مطربين وموسيقيين من خارج العراق كانوا يجون للعراق حتى يحيون الحفلات الكبيرة. أما بما يتعلق طبعا بالإذاعة والتلفزيون، التلفزيون بدأ يقدم برامج كبيرة وعديدة وشهيرة وأشهر الحقيقة اللي أنا وأعتقد أكثر العراقيين يحبون هذا البرنامج اللي هو صندوق السعادة للمرحوم فخري الزبيدي. يوم الخميس كان كل عراقيين تقريبا يشوفوه، وطبعا تقدم برامج أخرى إعلامية وبرامج مفيدة. طبعا السينما أيضا كانت تقدم أشهر الأفلام الحديثة اللي كانت تطلع عالميا، وأيضا أسس لمراكز وسينمات جديدة أشهرها طبعا سينما الخيام وسينما النصر وسينما غرناطة على ما أعتقد، وتقدم أحدث الأفلام وأشهر الأفلام في ذيك الحقبة الزمنية. وأما الأندية الاجتماعية فاشتهرت الأندية الاجتماعية الكثيرة في ذيك الحقبة من الزمن، وفي العهد الملكي على ما أعتقد كان هناك نوادي قليلة، نادي العلوية، نادي المنصور الهندية، نادي الأرمني، ونوادي قليلة. أما بعد هذه الحقبة انتشرت العديد والعديد من النوادي في بغداد وبقية المحافظات. أما الجمعيات والنقابات والاتحادات فحدث بلا حرج. الجمعيات يعني فقط على ما أذكر جمعيات تعاونية استهلاكية 875 جمعية، جمعية بناء مساكن 175 جمعية، جمعيات الفلاحية 3800 جمعية فلاحية، والاتحادات والنقابات، نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، نقابة الصيادلة، نقابات العمال وإلى آخره، وكلها فيها نشاطات وفعاليات فنية واجتماعية وثقافية. نعم، واحدة من الأمور أستاذ عبد الأحد لما جرى تأسيس 10 مدن في بغداد وفي المحافظات الأخرى، للي يتذكر وحتى بالفيلم في بعض الأفلام الوثائقية القصيرة اللي موجودة، للمرة الأولى يقوم نظام بتوزيع أراضي أو توزيع مساكن على عامة المواطنين. ما كان موجود هذا، يعني لم يشهد تاريخ المنطقة أو تاريخ العراق ذلك. معروف كان أكو هناك لما تتحدث عن جمعية الأطباء أو الصيادلة أو المهندسين أو الضباط أو غيرها، كان يجري توزيع أراضي على منتسبيها،
وقامت مدن مثلا مدينة الضباط وغيرها، هذولا كانوا منتسبين حكوميين. أما مواطن اعتيادي تقوم الدولة بإعطاء قطعة أرض ما كان موجود، وهذا هو كان موقفه من عامة الناس وخاصة من الفقراء. أرجع أستاذ عبد الأحد إلى موضوعة المدارس. ضمن اختصاصك اليوم العراق يعيش مرحلة، طبعا في مرحلة ثورة 14 تموز جرت حركة كبيرة للبناء وبناء المدارس ومحل أمية، تعرضت إلى نكسة، لكنه في السبعينيات العراق حصل على أكبر تأييد من الأمم المتحدة ومن منظمة اليونسكو، لأنه تمكن إن لم نقل بالقضاء على الأمية نهائيا لكنه نسبة عالية جدا ما كانت موجودة في المنطقة العربية دولة قامت بما قام به العراق. نعود اليوم وفي ظل هذول الحكام المدارس متقادمة، ماكو عملية بناء، اللي موجود يتفلش، أصبح هناك 3 إلى 4 دوامات في المدرسة الواحدة، مدارس متخلفة، بناء متخلف، ما بها ساحات. أنهوا فكرة مادة الرسم، مادة الرياضة، مادة الموسيقى، كلها انشالت، أضافوا مواد أخرى تتلائم مع ثقافتهم. أنت كيف تنظر اليوم إلى مستوى الشعب العراقي، حجم الأمية بصورة عامة، ملايين الأطفال اللي ما يروحون للمدارس واللي يروحون إلى تقاطعات الطرق يبيعون كلينكس ويبيعون علج، النساء ونسبة الأمية الرهيبة اللي موجودة بين النساء، أي وطن يبني؟ نعم. يجب أن نذكر أيضا في حقبة ثورة 14 تموز إيرادات العراق ما كانت تزيد عن 200-250 مليون دينار في السنة فقط. أما إيرادات العراق النفطية فقط في ما بعد 2003 تربو على المليارات، ولم تقدم الحكومة أي مشروع. مثل ما ذكرت حضرتك، الطلاب في جنوب العراق مدارس من طين، بيوت من طين صارت مدارس، الطلاب يجلسون على الأرض ليقرأوا ويدرسوا. أما إذا قلت لي ما هي الثقافة التي يقدمها الحكام في الوقت الحاضر، عزيزي أستاذ كمال، حشاك وحشاي، إذا كان والدك جاهل راح تكون جاهل، يعلمك الجهل. الحكومة الحالية حكومة جاهلة، هل تتوقع من عندهم أي إنجاز أو تثقيف لأبناء الشعب العراقي؟ على الإطلاق. ولهذا أصبح الوضع متخلف وجاهل وبعيد عن كل أسلوب الرقي والتقدم، والأمية انتشرت أضعاف الأضعاف ما كانت عليه في زمن حقبة العهد الملكي. هل هذا متعمد؟ ربما ربما ربما، لأن العراق نهض نهضة سريعة وكبيرة جدا، وهذا يعني غير مرغوب من قبل الدول الجوار ومن قبل الدول الكبرى التي تعرفها. لا يريدون العراق أن يتقدم على الإطلاق. الحاكم يعتمد على تأييد. نعم. وإذا كان الشعب مثقف أو الشعب مفتح أو الشعب عارف، نعم، راح يقدر يحاسب. نعم. بس اللي ما يقدر يحاسب هو الأمي. طبعا أكيد غالبية الشعب العراقي هسه أمي. طيب خليني أسألك بالأخير أستاذ عبد الأحد، أطال الله في عمرك. شكرا عزيزي. بعد 60 سنة كيف تقيم، يعني أنت اليوم ليش قلبك محروق على الثورة؟ راحت صار 60 سنة مو؟ نعم. ليش قلبك محروق؟ شون تقيمها كثورة، كمرحلة عاشها العراق وما تلاها ولليوم؟ نعم.
لما تتوقف أنت طبعا ذكرت فد شيء في بداية حديثك، قلت الإنسان من يروح لو يذكرون عمل الطيب لو يذكرون السيء مو؟ نعم. يقولون دائما ألف رحمة على روحه. نعم. تفضل. نعم. حق تقييمي لثورة 14 تموز وما تلاها ولغاية هذا اليوم، أولا إذا سمحت أن نستشهد بقول للمرحوم نوري سعيد عندما قال: في باطن الأرض جراثيم وحشرات، وأنا الغطاء الذي لا يسمح لهذه الحشرات أو الجراثيم الظهور على سطح الأرض. وبالحرف الواحد كما في التعبير الشعبي العراقي قال: أنا غطاء السبت تانك. نعم. اللي يحوي الجراثيم والحشرات، وإذا أزيح هذا الغطاء ستخرج هذه الحشرات إلى السطح. عندما جاء ثورة 14 تموز أزيح الغطاء، ولكن ظهر غطاء آخر من نوع آخر، ألا وهو إنجازات الكبيرة لثورة 14 تموز التي لم تسمح لخروج الحشرات والجراثيم من باطن الأرض. ومع هذا في اليوم الأول للثورة تسربت بعض الجراثيم، وكلنا يعلم جرت عملية القتل والسحل في الشوارع في بغداد، وهذه لم تكن فكرة أو توجيهات قادة الثورة. جميعا استنكروا هذه الأعمال البشعة، وليست من أصول وأفكار قادة الثورة التي استنكروا هذه الأعمال. وبعد فترة قليلة بأشهر قليلة كانت ثورة أو مؤامرة الشواف في الموصل، وأنا شخصيا كنت عايش في الموصل في عمر لا يتجاوز 11 سنة، ولو نجحت هذه المؤامرة لا قدر الله لفعلوا بمسيحي الموصل أبشع مما فعله داعش في 2014، ولكن كانت إرادة الله أقوى منهم وفشلت هذه المؤامرة. وطبعا أيضا في ذيك المرحلة خرجت أو تسربت بعض الجراثيم باطن الأرض وقامت بعمليات القتل والسحل والتمثيل. وأنا شخصيا بهذا العمر 11 سنة لأول مرة في حياتي أشاهد امرأة عارية معلقة على أعمدة الكهرباء، وهذا منظر بشع. وتكررت هذه العملية في كركوك 14 تموز اللي يليه. وهذه الأعمال طبعا كما ذكرت لا علاقة لها على الإطلاق بقادة ثورة 14 تموز التي استنكروها. وبعد سنة من هذا في الموصل بدأت عملية الاغتيالات والانتقام، والانتقام من من؟ من مسيحي الموصل ومن القوى الوطنية التي كانت في ذاك الوقت، مما جعل نصف سكان الموصل يغادروا ويهاجروا إلى بغداد وبقية المحافظات، وعائلتي واحدة منهم غادرنا إلى بغداد. وبعد هذا جاءت انقلاب 8 شباط الأسود الذي اغتال جميع إنجازات ثورة 14 تموز وزعمائها وأبطالها. وكلنا يعلم ما قام به أقزام الحرس القومي اللي عاثوا في البلاد شرا وبلاء واعتقالات، وما اعتقد بقى شاب أو رجل مسيحي أو وطني في ذيك الحقبة الفترة الزمنية ما تم اعتقاله وأذيته. ومن هنا وبعد هذا جاء حكم سلام عارف وعبد الرحمن عارف والبكر وصدام حسين وإلى آخره، والقضية معروفة لدى جميع العراقيين. وأنتقل إلى 2003 وكما يسميها البعض تحرير العراق، وبعض آخر يسميها احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية. أما أنا أقول احتلال العراق من قبل الحشرات التي والجراثيم تسربت من باطن الأرض التي نوها عنها المرحوم نوري سعيد، وهي وانتشرت في عموم العراق، واليوم هي التي تحكم العراق. وأخيرا
أستاذي الفاضل أقول وأنا مع القول القائل أو الحكمة القائلة، كل ثورة تأتي بأسوأ من سابقتها، وهذا ما جرى في العراق ويجري اليوم في جميع دول العالم العربي. مع الشكر الجزيل. أنا ممتن لك طبعا. الرحمة لشهداء ثورة 14 تموز، الرحمة لقادتها الميامين الذين يرقدون في أرض العراق، والذين شاء البعث والحرس القومي ومن جلبهم ألا تكون لهم قبور وشواهد يمر عليها أبناء عوائلهم. حتى تعرفون شنو معنى النذالة وشنو معنى الحقارة، لأن أبناء العهد الملكي عندهم قبور، المقبرة الملكية، بس مؤسس الجمهورية العراقية ما عنده قبر للأسف، لكن أنا متأكد ذكراه في قلوب كل العراقيين. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الأحد، وأتمنى أن تكون الذكرى بابا للمواطن العراقي لكي يرجع مرة أخرى ويسأل كيف تمكن العراقيين في خلال فترة قصيرة من القيام بكل ما قاموا به في تلك الحقبة، وكيف عجز هؤلاء القادة على تقديم أبسط شيء اللي هو الكهرباء. شكرا جزيلا لك. مشاهدين الكرام، أرجو أن تبقوا معي، بعد الإعلان سأخذكم إلى مدينة تورنتو الكندية وضيف القادم. أهلا وسهلا مشاهدي الفضائية العرامية ومتابعي برنامج أضواء على العراق. نبقى في أجواء الذكرى 60 لثورة 14 تموز المجيدة، لكن هذه المرة سيسعدني أن أستضيف أحد الشخصيات الذين عاشوا تلك الفترة ويحمل في طيات ذهنه وقلبه الكثير من الذكريات التي تأبى أن تغادر هذا الإنسان رغم مرور 60 عام على تلك الصبيحة وذلك اليوم الكبير في تاريخ العراق. يسعدني أن أستضيف من مدينة تورنتو الكندية الفنان التشكيلي وائل المرعب، خريج كلية الإدارة والاقتصاد، درس الرسم على يد الرائدين سعد الطائي وشاكر حسن آل سعيد، عمل رساما في الصحافة لمدة 15 عام، كتب المقالة والقصة والشعر، له ديوان شعر حمل عنوان ضربة فرشات، أقام 9 معارض تشكيلية شخصية داخل العراق وخارجه، عضو نقابة الفنانين، جمعية التشكيليين العراقيين، اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وعضو جمعية الاقتصاديين العراقيين. أهلا وسهلا ومساء الأنوار عليك أستاذ وائل. أهلا وسهلا أستاذ كمال، أهلا بك في القناة الأرامية. طيب شكرا. يا ريت لو الصوت مالتك شوية تعلي أستاذ وائل، أكون ممنون لك. طيب تسمعني زين؟ نعم. أستاذ وائل، تقدم نفسك بأنك من عائلة عملت في الحقل الوطني بين العهدين الملكي والجمهوري، فماذا تتذكر أنت شخصيا من صبيحة 14 تموز 1958؟ وهل حدث برأيك بعد هذه السنين وهذه القراءات والنظر إلى التاريخ، هل كانت حقا ثورة أم كان انقلابا عسكريا قام به مجموعة من المراهقين العسكريين؟ تفضل. بصراحة بداية أنا
كنت صبي في ذاك الوقت، بس لدي ذاكرة وخاصة ذاكرة سياسية بسبب الأجواء، أجواء العائلة. كنا في الحلة رايحين زيارة، مو زيارة، حضور حفل زواج أختي الكبيرة، أو ثاني يوم أو ثالث يوم حصلت انذاع البيان الأول للثورة. فبصراحة أنا تركت البيت صباحا يعني فجرا تقريبا، طلعت أشوف الشوارع مكتظة بالجماهير، وكانوا يرفعون صورة جمال عبد الناصر، لأن لم تكن لديهم معرفة منو أبطال الثورة. نعم. والغريب أنه والدي بنفس الوقت كان في الموصل. نعم. وبنفس نفس الأجواء أيضا كانت في الموصل، طلعت الجماهير، جماهير الموصل تأيد الثورة، وعمل تليفونات إلى الكثير من أصدقاء بالمحافظات، وكلهم اتفقوا أنه الجماهير طلعت عن بكرة أبيها في المحافظات لتأييد الثورة. الحقيقة أنا برأيي 14 تموز هي ثورة خطط لها أحزاب الجبهة الوطنية، اللي هي الاستقلال والوطني الديمقراطي والشيوعي والبعثي، ونفذها العسكر. هي ثورة لأنها حققت مكاسب كان يحلم بها الشعب. نعم. يعني أنت بقناعتك، لأن أكو فد أمر لابد وأن مر عليك أو يمر على كثير من الناس عندما تتحدث عن ثورة. بالعادة فكرة الثورة هي تنطلق من لها قاعدة اجتماعية. فكرة الانقلاب في العادة تكون بدفع خارجي. هل كان أكو هناك أيادي خارجية في قيام ثورة 14 تموز؟ ما أعتقد هذا أبداً، مو صحيح. نعم. ثورة نابعة من 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 ضمير الشعب. نعم. ثورة أساساً تلك الفترة كانت تشهد الصعود، هاي الحركات الوطنية ضد الاستعمار، ضد بداية من ثورة الثورة المصرية ب 52. طبعا تدري اكو استاذ وائل، اكو هناك جيل كبير قام بالعراق، وما قام بحزب البعث على مدى 40 عام منذ انقلاب 8 شباط الدموي ولحد 2003، عمل هذا الحزب بكل ما اوتي من قوة، هو والأحزاب الإسلامية والأحزاب الكردية، على تغييب وتشويه اسم الثورة وسمعة الثورة وقادتها الميامين، تشويههم، علما قادتها لم يسرقوا العراق ولم يقتلوا ولم تكن أياديهم ملوثة، كانوا أبطال ودفعوا ثمن وطنيتهم، دفعوه بالإذاعة وفي غيرها من الأماكن. لم تأتي ثورة 14 تموز من الفضاء، كان أكو هناك حركات جماهيرية وضربات ومظاهرات، وكان أكو هناك شعور عالي لدى العراقيين بالاستقلال والخروج من العباءة البريطانية والاحتلال البريطاني وإقامة نظام وطني. أنا بالحقيقة أتعجب على بعض الإخوان لما يستكثرون على العراقيين فكرة الاستقلال، بينما هو بأمريكا قاعد يحتفل يوم 4 جولاي ويحتفل يوم 1 جولاي بكندا، ويحتفل بعيد الاستقلال بغير مكان، ويحتفل بعيد الاستقلال بفرنسا.
لكن ليش ما يحتفل بعيد الاستقلال العراقي؟ وين المثلبة؟ وين؟ طيب خليني أسألك أستاذ وائل. نعم. توجه أحياناً اتهامات كثيرة لثورة 14 تموز أو قادتها بأنهم هم من فتحوا الباب واسعاً أمام قيام الأنظمة الدموية والأنظمة العسكرية، وهم من بدأوا يومهم بمجزرة قصر الرحاب. ما هو الرد؟ هل كان النظام الملكي إيديه نظيفة؟ ألم يعلق النظام الملكي قادة وطنيين بالشوارع أو قتل ناس أو سمح بالفرهود أو سمح بمجازر سميل وغيرها من العمليات الدموية التي قام بها النظام الملكي؟ تفضل عزيزي. لو كانت هي لو كان انقلاب مثل ما يدعي البعض، ما خرجت هاي الجماهير صبيحة الثورة عن بكرة أبيها تأيد الثورة. هاي واحدة. اثنين، الذي حصل في قصر الرحاب لولا ما أضاف عبد السلام عارف في البيان الأول اللي يدعو به الشعب للخروج لمساندة الثورة، واللي سبب انفلات زمام الأمور وسيطرة الغوغاء، واللي جرى للعائلة المالكة هي بسبب الغوغاء، ما كان مخطط للعائلة المالكة من قبل قادة الثورة أنه يكون مصيرهم هذا أبدا. نعم نعم. طيب خلينا ننتقل إلى صفحة أخرى من ذكرياتك. بحكم علاقة الجيرة، أنت كنت من أو عائلتك كانت من سكنة الكرادة الشرقية، ليس ذلك؟ نعم. وكنتوا أنتوا جوارين لبيت شقيقة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم. نعم. بماذا تسعفك الذاكرة من تلك الأيام؟ وهل التقيت الزعيم يعني وجها لوجه؟ تفضل. بصراحة قبل ما أحكي لك عن عائلة الشقيقة الزعيم، أحكي لك بعض المواقف النبيلة اللي الزعيم الشهيد، اللي هي ما مذكورة بالكتب ولا أنا كل شاهد عيان عليه. مثلا حدثني حسن رفعت أحد وزراء الثورة. نعم. كان وزير أشغال أو وزير بلديات. الحادثة الأولى يقول دز علي زعيم، قال لي حسن تروح للبرتغال تلتقي بكل بن كيان، قل له يسلم عليك الزعيم، وهذه مجموعة مشاريع عليك أن تنفذها وإلا نأمم الحصة مالتك في نفط العراق 5%. رأسا وافق كل بن كيان، من ضمنها من ضمن هاي المشاريع ملعب الشعب، جمعية التشكيلين، نقابة الفنانين، نقابة الأطباء، عدد كبير من المشاريع نفذها كل مكيان. هاي واحدة. اثنين، هاي حادثة مهمة جدا، يقول كنت دا أشرب القهوة بالمكتب مالتي مال الوزارة، فجأة دخل علي عبيد الله ابن مصطفى البرزاني، يقول بعد الأحداث اللي صارت ويا كردستان وصار القتال، يقول قال لي كاكا حسن أني دخيلك، شرطة كريم قاسم وراي. قلت له تفضل استريح اشرب قهوتك. قلت له
شو تحب أقدم لك؟ شنو نوع المساعدة؟ قال أريد أوصل للشمال. يقول أنا رأساً دقيت الجرس، قلت أريد السائق والمرافق. قلت لهم تأخذون كاكا عبيد الله وتوصلوه أي مكان جديد بالعراق وترجعون. قلت ذاك الوقت سيارة الوزير عليها حصانة ما حد يقدر يفتشها ولا. يقول أخذوه وراحوا. يقول ثاني يوم الصبح دق التليفون عليا وإذا الزعيم. قال لي كاكا حسن شلونك؟ قلت له والله بخير سيدي. قال لي شلون الوزارة؟ الخطة السنوية الخمسية كذا، تحتاج فلوس، تحتاج كذا، ما أعرف شنو. يقول أخير شيء قال لي ما أدري حسن البارحة ابن ملا مصطفى مر عليك؟ قلت له نعم سيادة الزعيم. قال لي شوف حسن أنا أبارك بيك هاي الروح، واحد إجا دخيل عندك وقفت له، هاي أخلاق. بس ألومك على شيء واحد، تهربه بسيارة الدولة اللي تدور عليه. شوف أي نفس كبيرة كان عليها الزعيم الله يرحمه. نعم رجعنا نسأل الجيرة. حدثني ابن حامد قاسم اللي هو ابن أخو الزعيم، يقول فد يوم إجانا ساعة بالدعش الضحى، قال لي قلها لوالدتك عمي مشتهي الشاي مالتك. يقول كان هو وحافظ علوان مرافق. يقول قعد عفوا بالاستقبال، يقول ما هو قعد دقت الجرس. يقول طلعت شفت شاب من الجنوب معقل، قلت له تفضل. قال لي الزعيم هنا؟ قلت له اي نعم. قال ارد اشوفه. قلت له تعبان وهذا ما يقدر يشوفك. قال له شوف لو قاتل لو مقتول الا اشوفه. يقول جيت على الزعيم قلت له عمي هذا ولد شاب هذا. يقول كلف حافظ على وان. قال له شوف شيء خطيه خافلي شيء هذا. يقول راح ذاك هم رجع له. قال له يقول إلا أشوف الزعيم. يقول طلع الزعيم قال له شتي دبني؟ قال له سيدي أني أحب وحدة. قال له زين واني شنو؟ قال له والمشكلة أهلها يردون سياق عالي، سياق يعني المهر، ويردون وجهاء يجون مشاية. يقول أني لا عندي المهر ولا عندي المشايه. يقول مد ايده الزعيم بجيبه طلع 15 دينار. قال ايش قد يردون السياق؟ قال له 100 دينار. ذاك وقت ال 100 دينار كبيره. يقول قال له الحافظ حافظ ايش قد بجيبك؟ قال له 25. قال اعطيني اياها ومن اروح للدفاع وتسهل. يقول صارت 40 التفت علي قال لي روح بالكنتور مال ابوك جيب لي 60 دولار 60 دينار تعال. يقول رحت لوالدتي قلت لها يا الزعيم قال لي 60 دينار من ابوك. قالت له ودي له وبعدين نتفاهم ويا ابوك. يقول اخذها قال له ابني هذا السياق مال البنيه. قال له حافظ اعطيني ورقه وقلم. يقول كتب إلى حامية ديوانية تأخذون ثلة من ضباط رفيعي الرتبة وتذهبون مشاية إلى بيت فلان. رجعت علي لوالدتي قلت لها شلون راح نسويها ويا والدي؟ قالت له الصبح نتفاهم إياه. يقول فعلا الصبح قلنا له يا أبا إيش صار حدث وهذا؟ قال عجيب يعني أنا مشيت خلصان من عنده من كان ضابط وما خلصان من عنده من صار رئيس الدولة. نعم وين كان البيت؟ وين كان بيتكم وبيت أخت الزعيم؟ شارع العطار. شارع العطار مباشرة رصيف بيتنا. نعم شارع العطار شارع المتجر.
ايش قد بقيتوا نعم. هناك جيرة؟ هم اجوا بعد الانقلاب المشؤوم، اجوا سكنوا هذا المجتمع، عائلة بسيطة ما يظهر عليها علامات الترف والبذخ والكذا كعادة عوائل الزعماء والقادة، عائلة جدا بسيطة وفاقدة زعيم البلد وفاقدة أخوهم الكابتن طارق محمد صالح. نعم 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 اي كان حوالي اتصور من 6 سنوات تقريبا. نعم 6 سنوات جيرة. استاذ نعم. وائل بالتأكيد انت قلت عشية الثورة كان عمرك 11. نعم ضيف عليها 4 سنوات او 5 سنوات اخرى، يعني لما صار انقلاب 8 شباط كان عمرك 16. نعم. وبحكم العائلة اللي كان عندها نشاط وطني واحتكاك بالساسة وبالسياسة وبالحديث وغيرها، ايش تتذكر انت من 8 شباط ومن الحرس القومي ومن ذاك الحلم اللي كان يعيش العراقيين إلى الكابوس اللي إجا واللي لليوم لم ينتهي وللأسف؟ تفضل. قبل ما أجيبك على هذا السؤال، تسألتني قبل قلت لي هل التقيت بالزعيم؟ أها إيه. أنا التقيت به يمكن 4 أو 5 مرات. المرة الأولى سمعنا أنه الزعيم راح يحضر مؤتمر يوم المرأة في سينما الخيام. نعم. وكانت أكو قاعات ذاك الوقت. فكنت أنا وأختي الصغيرة جينا من الكرادة لغرض شوفة الزعيم. وقفنا في الركن بين شارع رشيد وبين شارع الخيام حتى من تيجي السيارة شوفها براحت. ففعلا اجت، فأنا وأختي يعني كلش اقتربنا عليه بدنا نصفق وكذا. وقف السائق قال لي ابني وخروا لي أن التايرات تدوس رجليكم. بس شفناه يعني وضوح كامل. هاي وحده. لوخ شفته بالمنصه اللي يحيي بها الجماهير المحتفله دائما بساحه التحرير. نعم. والمنظر الغريب اللي ما انساه ابدا، 1 ايار 59 كان شارع الجمهوريه يعني قاسي بس بعد منبلطي، واكو اقوام من الانقاض والاحتلال من الاتربه والحجاره والكذا. فاحنا انا ووالدي وصديق والدي نمشي بدايه الشارع الجمهوريه، واذا حشود هائله امامنا شيء لا يوصف. فوالدي خاف علي، خاف قال لي ابني اصعد هاي التله الكبيره حتى لا تسحقك الناس. المنظر الغريب اللي شفناه استاذ كمال نعم لا يوصف ابدا. سيارة الزعيم رافعيها الناس لي فوق حوالي متر رافعيها، والجنود واقفين على سقف السيارة يغرقون بالعالم بالعصي زين، وخروا لان الزعيم راح يموت. تصور اي شعبية حصل هذا الرجل. نعم زين. هاي أنا شفت. ومرة شارع السعد كنت دنيا ليل، مشى أنا أيضا أنا ووالدي وصديق والدي نتمشى، هو جاي من بعيد سيارته وشاعل اللايت داخل مال السيارة. شوف إيش قد عنده ثقة نفسه وشعبه، هو والمرافق والسائق فقط، ودي حي الناس هالشكل.
طلعوا من يمن اثنين شباب وصلوا قريب من عنده وصاحوا له بصوت عالي: اعدم اعدم الخونه. فوقف قلهم: ليش اعدم؟ قول اخوتكم ابناء بلدكم. لا تصور تصور. تالي نعم. تدفع ثمن التراخي ماله مع الاسف. هسه قبل لا تروح اما ما اللي علاقه بالانقلاب المشؤوم. لا لا قبل لا تروح لهاي النقطة لحظة. نعم. أنت حكيت عن والدك بس ولا قلت اسمه ولا قلت بيت من أنتو. والدي عبد الأمير المرعب. الله يرحمه. احنا يرحم أهلك. احنا من الأصل حلة. بس سكنت بغداد. نعم. والدي تاجر ولكن انشغل بالقضايا الوطنية جدا. نعم. وكان إلى علاقة بكل رجالات العراق ذاك الوقت الوطنيين. زين. تفضل. أحكي لك حادثة يعني مهمة. بعد اضراب الطلابي اللي سيقوا بعدين وقوبيين اضراب يسووه قبيل الانقلاب شهرين ثلاثة اذا تذكر استاذ كمال. شعرت الناس انه هناك شيء مبيد في الثورة. احد الشخصيات الوطنية احد وجهاء بغداد أقام دعوة غداء على شرف الشهيد جلال أوقاتي، وكان والدي من الحضور وبعض الشخصيات الوطنية منهم حسن النهر إذا تعرفه. نعم. أبو الشاعرة حياة أبو. بالجلسة هاي الدعوة ناس كانت خايفة على الثورة، خايفة على استبدال العراقي. طرحوا مقترح قالوا له يا حاولوا تقنعون للزعيم انه يروح فترة يرتاح في موسكو الى ان انتم ترتبون الامور تشوفون البلد الاسلامي يروح اي او اذا يعني كلش يعني ما صارت بالقوه خذوه ركبوا طياره ودزوا الاتحاد السوفيتي. رفض جلال رفض قاطع، قال هاي خيانه للزعيم، خيانه للعراق، خيانه للوطن. زين. بالتالي جلال دفع ثمن موقفه الشريف هذا صبيحه الصفر. نقطه الصفر كان نعم. نعم. كلمة أخيرة لك أستاذ وائل، عندك دقيقتين. والله شو أقول لك؟ أحكي لك حادثة صغيرة قبل ما ينتهي البرنامج أو اللقاء. نعم. أحد إخواننا المسيحيين كان طبيب. حدثني كنا في جلسة في نادي العلوية، جبنا ثورة 14 تموز كذا، قال شوف أحكي لكم شغلتين أنا كنت بيها. يقول أنا كنت مقيم في مستشفى دار السلام اللي انضرب الزعيم أخذوه للمستشفى بساحة الأندلس. نعم. يقول أنا كنت خريج حديثا وكان كنت في البدايه كنت يعني عسكري يعني بالخدمه العسكريه. يقول مره رحت الى الدفاع اردت اشوفه يعني مقابلته هذا. يقول ما كان موجود، كانت صوبه علاء الدين
مشغوله بالغرفه السكرتير، يقول كانت لاهبه الصوبه لاهبه، يقول احنا قاعدين ما منتبهين على المساله، يقول اجى هو سلم علينا وكذا، يقول راسا انتبه على الصوبه، قال ليش ولدي، ليش هذه ملككم ملك الشعب، ليش ماله؟ يقول نزل هو ورتبه وكذا، نزل وقام يشتغل بها الى ان سوى اللهب ازرق وهذا. فاستغربت انا، قلت زعيم بلد كلها يجي قاطه وهندامه وكذا وينزل، اي حرص على هاي حادثه. الحادثه الثانيه يقول من انضرب ب 59 ضربته براس القريه شعر رشيد، يقول جابوا لنا اياه مصوب وملابسه كلها دماء، يقول احنا راسا اتصلنا بالدكتور خالد القصاب قلنا له يابا هيك حادث صار وهذا، فقال هيئوا لي اياه يعني خلي ينزع ملابسه حتى اجري العمليات، فرجيناه انه ينزع وساعدناه ينزع الستره وهذا، فبس رفض ينزع البنطلون ماله. يقول بعد ان لحينا عليه فنزعه هو على حياء. يقول الشيء الغريب اللي حصل، شفت العفو السروال الداخلي ماله مشقوق ومخيط، وهو زعيم العراق. خلي يسمعون هسه دول اللي بيديهم السلطه. هذا اخر ما ابن 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 واحد من المسؤولين يقال، والعهدة على القائل، اشترى لوحة مع السيارة بمزاد علني بالأردن 450,000 دينار أردني، لأن اللوحة كانت 7.77. تهانينا للسراق، موعد العراق قريب معاهم. شكرا جزيلا استاذ وائل، انا ممتن لوقتك. مرحبا. شكرا. مشاهدينا الكرام، ارجو ان تبقوا معي بعد الاعلان، ساخذكم الى ضيفي القادم ونذهب الى صباحات مدينه ميونخ الالمانيه. اهلا وسهلا مشاهدي الفضائيه الاراميه ومتابعي برنامج اضواء على العراق. في هذا الجزء من البرنامج سنتحدث عن موضوع ربما لا تتدخل بالشأن العراقي بشكل مباشر، لكن بالتأكيد هناك تأثير غير مباشر على العراق منها، وأعني بذلك العقوبات الأمريكية المسلطة أو المخطط لها على إيران. للحديث حول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وتأثيراته، يسعدني أن ألتقي بالكاتب والإعلامي الأستاذ نوري علي من مدينة ميونخ بألمانيا، رئيس تحرير صحيفة الأخبار الإلكترونية، عمل سابقا مدير وعضو مجلس إدارة شركة نفط الجنوب، وأيضا كان سابقا نائب رئيس المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وحقوق العراقيين، هذه المنظمة التي عملت قبل سنة 2003 قبل سقوط النظام البائد، والتي كانت تضم نخبة من العلماء والكتاب والمفكرين العراقيين. أهلا وسهلا وصباح الخير عليك أستاذ نوري. أهلا أستاذ كمال ومرحبا بك وبالآرامية. شكرا جزيلا. شكرا لك. نعم تفضل أستاذ كمال تفضل. نعم أستاذ نوري، تتهيأ الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق عقوبات اقتصادية على إيران. ما قيل عنه هي في شهر نوفمبر، في شهر تشرين الثاني من هذا العام، وبدأت منذ الآن. ما هي بتصورك انعكاسات هذه العقوبات
على إيران وعلى المنطقة عموما. تفضل أستاذ كمال. موضوع العقوبات موضوع مهم جدا وله تأثير يعني مدمر للاقتصاد الإيراني، والقيادة الإيرانية تحاول جهدها أن تلقي منافذ لكسر الحصار. العراق الطبيعي السياسة المعلنة، السياسة الرسمية المعلنة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وبناء علاقات صداقة وعلاقات جيدة فيما بينها، ولكن هذا الرأي المعلن أو هذا الموقف المعلن للحكومة شيء والواقع شيء آخر. هناك علاقات قوية جدا بين الشعبين الإيراني والعراقي، وهناك أيضا جهات عراقية بحكم الظروف السابقة وحكم صدام حسين وغلق الأبواب العربية بوجه الشعب العراقي لجأت إلى إيران أو لجأت إلى سوريا. البلدين طبعا بنات مع إيران وسوريا علاقات قوية جدا وتحالف قوي. نعم أي نعم. طيب هذه الجهات بالتأكيد حكم رعاية إيران لها ارتبطت ارتباط قوي مع إيران، وبعد السقوط ظهر واضح جدا هذه الجهات لها ولاء واضح وداعم لإيران. من المؤسف جدا القرارات العراقية اللي اتخذت بداية السقوط، خاصة عند كتابة الدستور. عند كتابة الدستور لاحظ أستاذ كمال هناك فقرة مهمة جدا وردت بالدستور. هذه الفقرة أشارت إلى البعث الصدامي، أشارت إلى البعث الصدامي، وهذا هذه الفقرة بالتأكيد وضمنا برأت البعث السوري. يعني لماذا صنفت البعث السوري؟ لأنه سوريا لها علاقة قوية مع إيران. وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أنه الإرهاب توجه أول ما توجه إلى العراق من سوريا، وهذا دليل واضح أن الإرهاب اللي إجانا من سوريا باسم الزرقاوي والقاعدة حتى داعش كلها جتنا من سوريا. هذا يدل أنه هذه العصابات الإجرامية وعمليات تدريبها كانت بموافقة إيرانية. إيران ما رادت تظهر تتوجه من عندها أو تركتها على سوريا، هي اللي قامت بالدور. والحقيقة كان الهدف من كل اللي حصلوا إبعاد الأمريكان عن الحدود عن تواجدهم بالعراق، وبالتالي إبعادهم عن الحدود السورية والإيرانية.
نعم. مشكلة الحصار ومشكلة القرارات اللي راح تفرضها أمريكا بالتأكيد راح يصير فيها خرق من العراق، بس غير رسمي غير معلن. طيب أستاذ نوري، هناك أمر يعني أود أيضا أن أطرح عليك. واحد من التأثيرات على المنطقة هي تهديد إيران بغلق مضيق هرمز، وعندما تغلق مضيق هرمز افتراضا فإنها تريد محاربة تصدير النفط غير الإيراني، يعني مال الكويت ومال السعودية وغير السعودية وهاي، لكن أيضا النفط العراقي أيضا يمر من مضيق هرمز. هذا واحد. الشيء الثاني، تهديد إيران باستهداف دول الخليج المؤيدة لأمريكا، هذا أيضا يعرض المنطقة أيضا إلى أجواء مشحونة من الحرب، وكأنه المنطقة هي قاعدة على يقولون يعني بارود أو على قنبلة موقوتة. كيف أنت تصورك تعامل القوى السياسية الحاكمة بالعراق اليوم مع قضية العقوبات؟ هل سمعت رأي منهم؟ استنكار، تأييد، صمت، أم ماذا؟ أستاذ كمال، هذا موقف غريب وموقف خطير لإيران عندما تهدد بغلق مضيق هرمز. مضيق هرمز ممر دولي، معنى أنه بهذا الموقف إيران وضعت نفسها في موقف عدائي أمام العالم. شيء مهم، الأمريكان طبيعتهم عندما جاء المهاجرون من العالم إلى أمريكا كانت مشاكل النقل والتنقل عندهم مشاكل مهمة، لما كانت تعرض القوافل بين المدن والمناطق الأمريكية إلى الهجمات. هذا جعل سياسة رقابة طرق المواصلات اللي تمر بها التجارة الأمريكية في كل مكان بالعالم دائما تحت رقابة الأمريكان من جنوب شرق آسيا إلى أن تصل إلى أمريكا، وبالعكس أيضا. ولهذا موضوع الممر المائي موضوع الطاقة للعالم، موضوع مصدر طاقة مهم جدا إلى العالم وإلى الصناعة الغربية والأمريكية. فقرار خطير جدا اتخذته إيران أو أعلنت عنه، هذا سيحشد أولا دول المنطقة وكذلك دول العالم ضد إيران لو فعلا هي تعني ما أعلنت عنه. على أي حال، موضوع إيران أستاذ كمال مو فقط موضوع مضيق هرمز، أكو مشكلة أخرى هي ربما غير معلنة. أنت تعرف هناك نية ربط جنوب شرق آسيا وشرق آسيا بخط دولي هايواي إلى البحر الأبيض المتوسط مرورا بإيران وبالعراق، كذلك إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع والأشخاص بين جنوب شرق وشرق آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك خطوط أنابيب الطاقة. كل هذه كلها راح تمر بإيران والعراق إلى البحر الأبيض المتوسط لربط الشرق والغرب بهذه الطرق. وجود إيران يشكل خطر على هذه الطرق ويشكل خطر على الدول اللي راح تستفاد، على مصالح الدول اللي راح تستفاد منها من طرق المواصلات هذه أيضا مشكلة أخرى.
على إيران أن تفكر بشكل جد بحل مشاكلها مع الولايات المتحدة ومع الغرب أيضا. أعلن وزير خارجية ظريف وزير خارجية إيران قبل مدة بالوصول مع مجموعة 5+1 الأوروبية وصول إلى اتفاق وعدم الالتزام بقرارات الحصار الأمريكية. لكن هذا الموضوع لا تتحكم به الدول فقط، على إيران أن تفهم أنه الشركات الأمريكية خاصة بعد الحرب العالمية ومشروع مارشال دخلت فيها رساميل أمريكية، إضافة إلى أن معظم الصناعات الأوروبية تدخل الكومبوننتس فيها الأمريكية، وبعض الشركات الأمريكية الأوروبية أصلا تعتمد على صناعة أمريكية، مثلا خطوط جوية، كثير من الخطوط الجوية تعتمد على طائرات صناعة من الصناعة الأمريكية. فموضوع المقاطعة لا يتوقف يعني على قرار الحكومات، بس المهم الشركات. يعني لاحظ قبل مدة شركة كي إل أي أعتقد الهولندية وقفت نشاطها مع إيران، وقفت طيران مع إيران. فموضوع العقوبات موضوع ليس لا يتعلق فقط في الدول وليس في قرارات الحكومات، هذا الموضوع موضوع نعم. العلاقة الرئيسية هي الشركات، حتى نعم. شركات النفط، شركات النقل، شركات ناقلات النفط أكثرها مرتبطة بأمريكا بشكل أو بآخر. فالعقوبات بالتأكيد راح يكون لها تأثير سلبي وخطير جدا على الاقتصاد الإيراني، وأتمنى على العراق أن يتخذ موقف واضح. الغريبة لحد الآن العراق ما أعلن موقفه بالنسبة لتصريحات إيران بالنسبة إلى غلق مضيق هرمز، فيما إحنا معظم نفطنا يمر من عن طريق مضيق هرمز. نفط العراق وهذا الآن المنفذ الوحيد اللي عندنا لحد هذه اللحظة. الحكومة العراقية ما ظهر من التصريح ولا بينت موقفها على التصريح الخطير وتداعياته لو فعلا نفذت إيران تصريحها بغلق هذا الممر الدولي. طيب أستاذ نوري، مثل ما تفضلت كثير من الشركات العالمية اللي توجهت إلى إيران خلال السنتين الماضية الآن بلشت تنسحب، يعني شركات عملاقة، شركات طاقة، شركات بناء، شركات أدوية، كثير يعني حتى الشركات الناقلة للنفط كلها بلشت تنسحب واحدة بعد الأخرى خوفا من العقوبات الأمريكية عليها، لأن الولايات المتحدة طرحت الأمر أبيض أسود، أي شركة تتعامل مع إيران ستضعها الولايات المتحدة في القائمة السوداء. هؤلاء الناس ما يريدون يقامرون بشركاتهم من أجل علاقة مع دولة واحدة. ذات الشيء وجه انذار إلى الهند والصين التي تستورد النفط الإيراني، وقيل لهم أي شركة تتعامل مع إيران ستقع ضمن القائمة السوداء. سؤالي إليك، هل سيغامر القادة العراقيون بالشمال بالوسط أو بالجنوب، هل سيغامرون بعلاقتهم مع أمريكا على حساب علاقتهم مع إيران؟ تفضل.
أستاذ كمال، مجلة ناشيونال انترست الأمريكية يوم 5 تموز نشرت تقرير خطير جدا. ضمن هذا التقرير وردت فقرة جدا واضحة كان على الحكومة العراقية تدرسها بتمعن. هذه الفقرة تقول لو ان العراق منع القوات الأمريكية، لو توجهت قوات أمريكية نحو إيران في تصعيد، يعني صار تصعيد لهذه العلاقة لتصعيد لرفض إيران العقوبات وعدم الالتزام بها وعدم الرضوخ إلى الطلبات الأمريكية، فبالتأكيد هناك نية بالتوجه نحو إيران. ونفس الخطوات اللي اتبعت مع العراق بالحصار مع زم في وقت صدام حسين هي نفس الخطوات، لو ندرسها الآن نشوفها نفس الخطوات اللي تمشي عليها أمريكا، تحشيد الرأي العام وتحشيد الدول والتنسيق مع الدول دول المنطقة والإعداد والتهيؤ لإعداد لتحالف دولي ضد إيران. لو العراق منع القوات الأمريكية وقوات التحالف في حالة حصول حرب، سيتم إسقاط النظام السياسي العراق وإيجاد بديل يتعاون مع أمريكا وقوات التحالف ضد إيران. على العراق أن يفكر بهذا التقرير بشكل جيد وبالتحديد هذه الفقرة. فيبدو لي أن النوايا الأمريكية هي نفس النوايا اللي كانت ضد نظام صدام حسين. نعم. طيب. الخطورة تأتي على العراق أن لا يبقى موقف الآن غير واضح وغير معلن من مصلحة البلد ومن مصلحة العراق. العراق بعد ما يتمكن العراق الشعب العراقي يتمكن بعد خوض حروب والدخول في منازعات بعد ما أنهك تماما بعد الحروب اللي استمرت من وقت صدام إلى زمن داعش إلى دخول احتلال داعش لثلاث محافظات عراقية وإلى يومنا هذا. نعم. فموضوع دراسة هذا التقرير مهم جدا اللي نشرته مجلة ناشنال انترست الأمريكية يوم 5 تموز، والتمعن به ودراسته بشكل دقة راح بالتأكيد الحكومة العراقية أن تتخذ قرار عقلاني تضع مصلحة العراق فوق أي مصلحة أخرى. مع تقديرنا لعلاقات الجوار والتاريخ مع إيران، بس مصلحة العراق دائما هي قبل كل شيء. فالمفروض على الحكومة العراقية أن تعلن موقف واضح وصريح وتضع مصلحة العراق نصب عينها في أي موقف، لأنه يبدو واضح جدا الآن المسألة وصلت مرحلة حسم. يبدو واضح لازم يحسمون موضوع إيران. حتى لو نجي ندرس الوضع الدولي الآن، قضية اليمن في طريقة إلى الحل، قضية سوريا أيضا في طريق الحل، في طريقة إلى الحل. العلاقة مع روسيا بحيث يصرح ترامب يقول علاقتي مع الحديث والعلاقة مع بوتين أفضل وأسهل من علاقة ماي رئيسة وزراء بريطانيا، وبريطانيا معروف بتحالفها التاريخي لحد لدرجة التبعية لأمريكا. يصرح هذا التصريح وهذا الدليل واضح أنه مشاكل العالمية كلها تحل، ومشاكل المنطقة الإقليمية أيضا استعدادا لمرحلة جديدة هي المرحلة وضع إيران الهدف الرئيسي.
طيب نعم. أستاذ نوري، خليني أسألك آخر سؤال يعني في دقيقتين لو سمحت. نظام الملالي في إيران له فضل على بعض الأحزاب العراقية، لكن جروح الحرب العراقية الإيرانية وتدخل إيران الفظ بالشأن العراقي لم تندمل لليوم، ولحد الآن أكو أسرى ورفات عراقيين ترفض إيران تسليمها. لو كان لإيران فضل على هذه الأحزاب ما دخل العراق بمشكلة قائمة بين إيران والولايات المتحدة، ما دخل 35 مليون إنسان بأمر يخص دولتين خارج حدودنا. تفضل أستاذ كمال. إيران الآن من طرحوا مساعدة العراق ضد الدواعش، هي الحقيقة المفروض احنا نتخيل لو ان الدواعش وصلوا على الحدود الإيرانية، محاربة إيران او مساعدة إيران للعراق ضد داعش، وقبل ايضا عندما قبلت اللاجئين داخل إيران ساعدتهم، هي لمصالحها ليس لمصلحة العراق. حتى الحرب الآن مساعدة العراق ضد داعش تبعدهم عن الحدود الإيرانية، يعني مصلحتها ربما بشكل أو بآخر التقت مع مصلحة العراق في محاربة الدواعش. يعني المصلحة الإيرانية دائما هي الأولوية، وهذه سياسة الدول كلها. المفروض العراق يفكر نفس التفكير. ومثل ما تفضل، جروح الحرب العراقية الإيرانية هي ما زالت لم تندمر، فمصلحة العراق دائما المفروض تكون الأولى. بس العراق الآن في وضع الاقتصادي ووضع العسكري لم يعد بإمكانه دخول حرب أخرى، مهما إيران ما تفكر إلا بمصلحة إيران. دائما بالنسبة للعراق دائما تخلي الحرب خارج حدوده، يعني أي حروب راح تصير مع إيران ويا الغرب، العراق راح يكون هو الساحة، ساحة المعارك. وهذه طبيعة إيران بالحروب، دائما خارج حدوده. وبشوفه في اليمن، في لبنان، في العراق، دائما سوريا أيضا. الإعداد للحرب لو ننتبه الآن المتغيرات اللي صارت في سوريا، على إيران الآن حسب الاتفاقات اللي تصير أن تنسحب من 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 سوريا، أن تنسحب من سوريا، يعني راح يبقى العراق هو الساحة الوحيدة بينه وبين إيران. فهذا موضوع خطير جدا، يجب أن نأمن العراق ونبعد عن هذه المشكلة بين الغرب وبين إيران. وهاي أنت تعرف كل زين، يعني 8 سنين الحرب مع إيران لحد الآن آثارها موجودة بالشعب العراقي، وتداعياته وما أثرت على الاقتصاد، وأثرت على الشباب اللي انفقدوا أو جرحوا لحد الآن، مثل ما تفضل بعض الجثامين أو البقايا الشهداء اللي فقدوا، لم نستلم بقاياهم من إيران، تبادل البقايا لحد الآن. لحد أنا أعتقد البارحة أو قبل كم يوم حصل تبديل ببقايا الشهداء. نعم. الكاتب والإعلامي نور علي، أنا ممتن لك، شكرا جزيلا، وقتي خلص. أتمنى لك كل الموفقية في عملك التنويري، وأتمنى أن يعي هؤلاء الساسة بأن مصيرهم يا أما ينتجون على الشعب العراقي يا أما يروحون مع الرايحين. شكرا جزيلا لك أستاذ نوري علي. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ كمال. شكرا بالآرامية. شكرا مشاهدينا الكرام، مرة أخرى أعيد تذكيركم بدعم الفضائية الآرامية، مساندتها من أجل إنجاز عملها ومن أجل استمرار برنامج أضواء للعراق. يوم الأربعاء القادم سوف لن يكون لي برنامج،
أنا ألقاكم الأربعاء اللي بعده، وبالحقيقة يوم الأربعاء القادم سأكون ضيفا على الاحتفال الذي تقيمه الفضائية الآرامية بمناسبة مرور 13 عاما على انطلاقتها. أنا ألقاكم بعد أسبوعين مشاهدين الكرام، تصبحون على خير، يصبح العراق ويصبح أهل العراق على ألف خير. مع السلامة.